سعاده هستيريه على كل جمهور المنتخب الوطني وعلى كابتن حسام حسن وعلى مسؤولي المنتخب الوطني والسيد وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي النهارده بعد فوز المنتخب الوطني على بوركينا فاسو بنتيجه 2-1 يعني في تصفيات المؤهله لكاس العالم. مليون مبروك للجماهير المصريه وللاعبي المنتخب المصري وللجهاز الفني المنتخب الوطني. خلينا نكلمكم على اجواء المباراه اللي باين عليه التفاعل والحضور الجماهيري الاكثر من رائع النهارده في المدرجات، واللي بداوا يهتفوا للاعيبة المنتخب الوطني وبداوا يرددوا اسماء اللاعبين المنتخب اثناء حوار او اثناء ترديد المعلق الداخلي للاستاد لاسماء اللاعبين، وبدا على طول كل الجمهور يردد وراه وحماس كبير جدا على كل الجماهير المصريه وتركيز كبير جدا، ومن الكابتن ابراهيم حسن الحريص اللي هو يكون متابع لعمليات الاحماء وبيقف وبيتكلم مع مدرب حراس المنتخب الوطني اثناء اجراء عمليات الاحماء. واضح التركيز الكبير جدا على كل لاعيبه المنتخب الوطني اثناء اجراء عمليات الاحماء، والهتاف الكبير جدا من الجماهير المصريه اللي في المدرجات اللي بتبدا تهتف وتدعم اللاعبين اثناء اجراءهم لعمليات الاحماء. جمهور او حضور جماهيري كده الى حد ما مرضي يعني منتخب بوركينا فاسو اللي بداوا يهتفوا لهم لحظه نزولهم لاجراء عمليات الاحماء. لكن خليني اقول لكم طبعا النهارده في بدايه المباراه الناريه اللي السعاده بتظهر على كل الجماهير من اولى اللحظات النهارده، حماس واضح على الاطفال الصغيرين اللي كانوا مرافقين للاعبين اثناء النشيد الوطني، ووصلت بكاء بقى من مدرب حراس المنتخب الوطني الكابتن سعفان الصغير كده لحظه النشيد الوطني، بدا يدخل في نوبه بكاء اثناء ترديده للنشيد الوطني، وبدا بقى يكون في سعاده واحتفالات هستيريه النهارده سريعه على كل الجمهور وعلى كل دكه المنتخب الوطني اللي احتفلت بالهدف الاول للمنتخب الوطني اللي جه في الدقيقه 3، واللي بدا على طول بقى السعاده تظهر على كابتن ابراهيم حسن. الكابتن حسام حسن ملوش اي رد فعل بعد الهدف، بيبدا يبوس ايده ووشه وضهره كده وبيبدا يقف، الناس او الجهاز الفني هو اللي بيروح عشان يهنيه، سعاده واضحه على كل لاعيبه المنتخب الوطني اللي واقفين بيحمسوا لعيبتهم اكتر واكتر بعد الجون على طول. مفيش بثواني بيبدا الكابتن حسام ينادي للاعيبه عشان يطالبهم ان هم يركزوا ويجيبوا جوان تاني، وبدا بالفعل الهدف الثاني يحرز بعد دقائق من الهدف الاول، والسعاده القويه بقى بدات تظهر على يعني الباشمهندس اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وعلى كابتن جمال علام المتواجدين في المدرجات، واللي بدات السعاده الكبيره جدا تظهر عليهم والكل سعيد والكل بيحتفل. والكابتن بقى اشرف صبحي او المهندس اشرف صبحي النهارده بدا يتنازل اثناء تواجده في المدرجات كده على يعني الرسميات، وبدا يردد مع الجمهور المتواجد الهتافات اثناء تواجده في المدرجات، وبدا يردد الصيحات كده مع الجمهور من السعاده بعد الهدف الثاني. سريع سعاده واضحه على الجميع النهارده في المدرجات وفي الملعب، لكن الاجواء بدات تشد. يعني كنا بنقول ان الهدف الثاني هيريح الكابتن حسام، لكن الراجل واقف على الخطوط بيزعق باستمرار وبيطالب اللاعبين بالنقل على ارضيه الملعب، بيطالبهم مش عايز، وبيتكلم مع اللعيبه بيقول لهم مش عايز لعب طولي ومش عايز يعني لعب كور عاليه، وبيبدا يوجههم بشكل مستمر الحوار والحديث المستمر. واضح برده من المدير الفني لبوركينا فاسو اللي بيقف على طول يتكلم مع لاعبته، لكن بدات الاجواء بقى تشتعل وتشد كده على محمد كوفي يعني اللاعب السابق بالدوري المصري والمسؤول الاداري كده بمنتخب بوركينا فاسو، واللي بدا يعني يعترض على اكتر من كره وبدا يتكلم مع الحكم الرابع، والاعتراضات برضه بدات تظهر بقى على الكابتن حسام وعلى الكابتن ابراهيم اللي بداوا يتكلموا في اكتر من كره مع الحكم الرابع اللي على طول بيطالبهم بالرجوع والالتزام بالدكك. لكن الاعتراض الكبير بقى بدا يظهر عليهم كده في احدى الكور اللي كانوا شايفين ان المنتخب الوطني ليه ضربه جزاء، وبداوا يعترضوا على الخطوط بشكل كبير جدا، والكابتن حسام بدا يروح ويقول ان في تدخل قوي على القدم كده وبدا يتكلم معاه، لكن الحكم الرابع بيطالبهم بالالتزام بالدكك. وده بقى اللي بيدخل بعديه على طول الكابتن حسام والكابتن ابراهيم في وسط حوار ما بينهم وما بين بعض عشان يقول له كابتن ابراهيم ان مفيش فار عشان الحكم يرجع ليه. الاجواء كانت مشدوده، كابتن حسام عايز يعني اللاعب المنتخب يزودوا الاهداف، وطبعا دكه بوركينا فاسو بتوجه لاعبتهم باستمرار. اول لما انتهى الشوط الاول واضح بقى الحديث الجانبي اللي ما بين الشناوي وما بين محمد صلاح اللي بداوا يدخلوا مع بعض في وصله حوار وصله حديث اثناء دخولهم لغرف الملابس، واكثر من حد من اللاعبين بيتكلموا مع بعض. واضح التركيز الكبير جدا على الكابتن حسام حسن لحظه دخوله لغرف الملابس، بيتكلم الكابتن حسام النهارده باستمرار مع مساعديه وبيرجع
اكتر من مره في الشوط الثاني كده عشان يتكلم مع الكابتن ابراهيم حسن ومع كل مساعديه على الدكك، لكن طبعا هدف بيحرزه بوركينا فاسو في اللحظات الاولى من الشوط الثاني بيربك بقى حسابات العميد وبيخلي فيه سعاده كبيره جدا على كل جمهور بوركينا فاسو المتواجد النهارده، وده بقى اللي خلى بعدها على طول الكابتن حسام حسن يطالب الكابتن سعفان الصغير اللي هو يقول للشناوي يقعد كده على الارض عشان يوجه لعيبه المنتخب الوطني. لكن اللحظات دي الحكم الرابع لمح ان كابتن سعفان عايز يقول حاجه للحارس وبدا يركز معاه، وده اللي خلى بقى الكابتن سعفان يوجه احد الاداريين كده اللي هو يروح للشناوي ويقول له يعني اقعد على الارض، وده اللي عمله بالفعل. وبدا بقى الكابتن حسام يقف عشان ينادي لكل اللعيبه ويقول لهم يعني تعالوا بسرعه هو والكابتن ابراهيم عشان يوجه لهم التعليمات الفنيه. واضح طبعا التعليمات الواضحه والمستمره من الكابتن حسام اللي بيطالب اللاعبين بالتركيز اكتر واكتر، الكل واقف كده على طريقه لعيب اليد بيسمع من الكابتن حسام التعليمات الفنيه ليه. وقبل اللحظات من تغيير زيزو كابتن حسام وهو بيتكلم مع اللاعبين بيبدا يعني يكون في يعني نكشه كده مخصصه لزيزو عشان يريحه عشان ما يكونش فيه حزن عليه اول لما يتم تغييره. بالفعل اول لما غير زيزو على طول بدا الكابتن حسام يتكلم مع زيزو اثناء خروجه وبدا يصفحه كده وعشان يكون الدنيا لطيفه اثناء الخروج، وكان فيه هدوء تام على زيزو لحظه تغييره ولحظه خروجه في الشوط الثاني. طبعا اجواء مشدوده في اللحظات الاخيره من الشوط الثاني. الهدف الثاني او الهدف اللي احرزه يعني بوركينا فاسو اربكت حسابات كابتن حسام حسن اللي بدا يقف وينفعل كتير جدا وبيقف يزعق كتير جدا ويتكلم مع لاعبته باستمرار ويطالبهم بالضغط المستمر والنقل السليم ل الكرة، ويبص لجمهور المنتخب الوطني كده ويقول لهم يعني انتم ما بتشجعوش ليه، وبدأ يبص المدرجات ويطالب الكل اللي هو يشجع ويهتف للعيبة. كان شايف ان فيه هدوء كده في المدرجات وكان شايف ان اللعيبة محتاجين للدعم، بدأ يبص المدرجات وبدأ يقول الكل لازم يشجع والكل يعني لازم يهتف، وبدأ اكتر من مرة يرجع للجمهور عشان يقول لهم شجعوا واهتفوا للعيبة. على طول كل دكة المنتخب بتقوم باستمرار بتتكلم مع اللعيبة وبيقوموا على طول اكتر من مره كابتن ابراهيم حسن يقوم كده ويزعق للحكم ويعترضوا على اكتر من قرار، وده اللي خلى بقى حكم اللقاء النهارده توجه عشان يتكلم مع كابتن حسام حسن ويقول له انا عايز هدوء مش عايز اعتراضات كتير. كابتن حسام بدا يعني يطالب الدكه كلها بان هي تلتزم، لكن يعني الاجواء كانت مشدوده بشكل كبير جدا. طبعا تفاعلات واضحه على اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره اللي متواجدين في المدرجات. كابتن خالد الدرندلي قاعد بيتفاعل كده مع اكتر من كوره، واضح القلق الكبير جدا على المهندس اشرف صبحي وعلى كابتن جمال علام اللي متواجدين في المدرجات واللي قلقانين بشكل كبير جدا اثناء تواجدهم في اللحظات الاخيره. كل الجماهير المصريه اللي متواجده بتهتف للاعبين وبتطالبهم بالتركيز اكتر واكتر. طبعا لحظات رعب على دكه المنتخب الوطني وتفاعلات لحد اللحظات الاخيره وتوجيهات مستمره من الكابتن حسام حسن لحد اخر لحظه يعني في اللقاء لحد ما انتهى اللقاء. السعاده بدات تظهر بقى على يعني كل اعضاء مجلس اداره المنتخب يعني اتحاد الكوره وعلى وزير الشباب والرياضه اللي بداوا يهنوا بعض في المدرجات، وبدا الارتياح الكبير والسعاده الكبيره تظهر عليهم. والكابتن حسام بيبدا يسلم على كل لعيبه المنتخب الوطني النهارده، وبدا يكون في حوار خاص ما بينه وما بين امام عاشور النهارده بعد نهايه اللقاء، وبيبدا يطمن عليه كده لان امام كان ماسك الخلفيه او حاطط يعني التلج كده على الخلفيه. على طول بقى في اللحظات ديت بدا محمد صلاح في لقطه رائعه منه كده اللي هو يقول لكل اللعيبه اللي متواجده تعالوا عشان يروحهم ويعني يشجعوا ويشكروا الجمهور المصري النهارده. وبالفعل بدا كل لعيبه المنتخب الوطني في لقطه محترمه جدا تتوجه لجمهور المنتخب او الجمهور المصري عشان يحيوه عشان يشكروهم على الحضور الجماهيري النهارده. كابتن حسام بيتوجه عشان يروح ويصافح لاعبي ومسؤولي منتخب بوركينا فاسو في لقطه محترمه جدا من الكابتن حسام حسن. وبيبدا بقى تريزيجيه النهارده في لقطه رائعه كده منه يتوجه عشان يدي التيشيرت الخاص بيه لاحد مشجعي المنتخب الوطني اللي كانوا متواجدين في الثانيه يمين، وبيبدا كل بقى الجمهور يتكلم كده على يعني تريزيجيه ويعني يحييه ويطلب منه تيشيرت، لكنه وعد احد الاشخاص قال له ان المره الجايه هديها لك. تحس ان تريزيجيه زعل كده اللي هو كان عايز يرضي كل الجمهور، حتى وهو خارج بيبص لكل الجمهور اللي متواجد عايز يدي التيشيرت الخاص بيه كده لكل الجماهير. لكن اللقطه الابرز واللقطه الرائعه النهارده من محمد صلاح، محمد صلاح بعد ما احتفل مع اللعيبه وشكر الجمهور بدا يتوجه
يتوجه بمفرده بقى يلف الملعب كله كده عشان يشكر كل الجمهور المتواجدين في الملعب، وبدا يرقص بقى مع يعني الجمهور كده لقصه لطيفة من محمد صلاح النهاردة أثناء يعني توجهه وشكره للجماهير المصرية في لقطة رائعة جدا. بدأ كل الجمهور يسقف له ويضحك كده أثناء تواجد صلاح في أرضية الملعب. لكن طبعا النهاردة بعد نهاية المباراة بقى الوزير الشباب والرياضة وكابتن جمال علام حرسين اللي هم يتوجهوا لغرف الملابس وينزلوا كده لأرضية الملعب عشان يتوجهوا لغرف الملابس المنتخب الوطني ويهنوا لاعبي المنتخب الوطني على الفوز النهاردة. وبيتم تدريب أو تخصيص جلسة إحماء خاصة كده لكل البدلاء اللي شاركوا واللي ما شاركوش النهاردة في اللقاء بعد نهاية المباراة. وفي لقطة مميزة النهاردة الكابتن حسام بيعملها بعد نهاية المباراة، بيتكلم مع كل اللعيبة اللي ما شاركتش وبيبدأ يعني يقول لهم اللي لسه فيه فرص تانية جاية. يعني النهاردة بيقول لكل لعيبة المنتخب الوطني وكل مسؤول المنتخب وكل الجماهير المصرية مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققه منتخب مصر النهاردة على منتخب بوركينا فاسو، واللي بيأهل وبيقدم وبيخلي المنتخب الوطني يحط خطوة كده للصعود ان شاء الله لكأس العالم 2025. يعني نأمل ان شاء الله بإذن الله ليكون في توفيق لكل المباريات القادمة للمنتخب الوطني. وشكرا للجمهور الأكثر من رائع اللي كان في حاضر في مشهد رائع النهاردة في مدرجات استاد القاهرة. شكرا ومليون مبروك، مليون مبروك لمصر وللجماهير المصرية وللمنتخب الوطني وكل لاعبي المنتخب الوطني.